مرحبا جميعا. شوي عم نقطع بفترة ركود إذا بدكم من الهواتف من أغلبية الشركات ما عدا شركة واحدة، ما منلحق نحفظ اسم إلا بيطلعولنا باسم جديد لهاتف جديد. اليوم معنا راح يكون أطول اسم هاتف ممكن يكون موجود بالحياة. اليوم معنا ريدمي نوت 11 برو بلس 5G. ريدمي نوت 11 برو بلس 5G من شاومي، من فترة كبيرة أطلقنا العادي، النسخة العادية. هون هيدي التوب تبعهم، مثل ما يسموها الفلاكشيب كيلر. هاتف في كتير مميزات، في كتير من الخصائص من الهواتف اللي بتكون مدفع، بنروح مدفع ألوفات هون بمبلغ أقل بكتير من المبالغ مدفعها بالعادي. على مميزات موجودة حنعرفها اليوم مع بعض ب ريدمي نوت 11 برو بلس 5G. مستر تيك إيهاب، مستر تيك اليوم معنا أحدث أجهزة ريدمي اللي هيكون واحد من هدول الأجهزة لإلكن. ما عليكم إذا تنطروا لآخر الحلقة تتعرفوا كيف تربحوا هيدا الجهاز ريدمي نوت 11 برو بلس 5G. بس نصيحة قبل ما نكمل ونحكي عن الأداء والديزاين، زغروا اسمه، زغروا طويل طويل. أكيد هديك اليوم كنت عم بحكي مع عمر، انت اكيد بتروح بتشتري تليفون بيطلع لك تليفون تاني. في كتير ناس عم تصير معها هيدا الشيء. خلينا اول شيء نشوف التصميم. خلينا نحكي عن الشاشة. اول شيء هون عنا شاشة 6.7 Full HD Plus AMOLED Dot Display مع Refresh Rate 120 اللي فينا نتحكم فيه ونغيره بالسيتنجز. اكيد نحطه اذا بتكون 60. توفير للبطارية، اداء سلس اكتر بالشاشة ولكن استهلاك اكثر للبطاريه 4500. ريزوليوشن عنا اياه 2400 ب 1200. البرايتنس عنا اياه 700 نتس بالاضاءه الخارجيه. جاي بلونين عنا اياه هون جراي بلو والفورست جرين. اعتقد هيدا الجرين، بس هو انا هون مبين معي مش جرين، بس هو برا كان مبين معي جرين. القياسات عنا 163 ب 76 والسماكه 8.3. يعتبر شوي سميك مع الفلات. هون شايفين الجهاز جاي فلات، الوزن 204 جرام وطبقة حماية الكورين غوريلا جلاس الفايف من الأمام، زائد الحماية الاي بي مضاد للسبلاش رزاز المي الفايف ثري. ريدمي نوت 11، ريدمي نوت 11 برو، ريدمي نوت. نقطة من السيلينج بوينت الموجودة ودائما كون عنا بمستر تيك، شو النقط اللي بتركز عليها الشركة وقتها بدها تبيع الجهاز تبعها؟ أول شيء الهاتف فيه واحد من أسرع الشواحن الموجودة، إن ما كان الأسرع اللي موجود بالعالم، 120 واط. شفناه بالريدمي، لا شفناه بالشاومي 12 برو، شفناه بالريدمي شفناه بال 11T. بال11T اللي هو بيشحن ب 17 دقيقة شفناه بال11T، وبالشاومي 12 عم نشوفه بالريدمي نوت 11 برو بلس 5G. للبطارية الموجودة اللي هي 4500 ملي أمبير، هيدي تعتبر سيلينج بوينت، مركز قوي بالجهاز تا ينباع بالنسبة لريدمي. بعد في الكيبل التايب سي ماشي مع الشاحن، في تايب سي وفي كفر موجود. اوكي. ثلاث كاميرات بالخلف، كاميرا اساسيه 108 ميجا بكسل زائد كاميرا السيلفي اللي هون عنا اياها 16 ميجا بكسل. عملنا تيست على السريع حوالين البيت للنايت مود وللاضاءه العاديه وشفنا الثلاث كاميرات شو الأداء تبعه. شفت كاميرتين بس مش ثلاثة، خلينا نشوفهم مع بعض. تصوير ال
1080. هلا بعد شوي حتكتشفوا انه التصوير هو افضل شيء للفول اتش دي اللي عنا اياه هون مع زوم، ولكن مش كتير تعتمدوا على الزوم، زائد في عدسة واسعة اكيد. الكاميرا ثابتة وأداءها جيد بالنسبة للفئة اللي عم نحكي فيها. خلينا نشوف تصوير ال 4K. قبل ال 4K هون كمان عندنا 1080 بس 60 إطار بالثانية، قبل شفنا ال 30. التصوير هون أكيد حيكون أفضل، وإن كان شوي في اهتزاز بالصورة منا كتير ستيبل. تصوير ال 4K 30 إطار بالثانية مع زوم، بلش تفلت اللينس. خلينا نرجع الوضع الطبيعي. أداء جيد، ما فيني أقول أكثر إنه جيد بال 3 وضعيات اللي شفناها هلا. بالنسبة للسيلفي عنا 1080 30 إطار و 60 إطار بالثانية. عم صور هلا 60 إطار، عنا 720 بس مين بيستعملها؟ أنا ما بستعملها، هيدي الأفضل، ما في داعي فرجي الباقي. للسيلفيات الفيديو للزوم ميتينج شي بتستعمله في كاميرا السيلفي ما بعرف، جيدة كاميرا يعني افضل من كثير من فئتها اللي الفئه المتوسطه اللي احنا عم نحكي عنها والسعر اللي عم نحكي عنه. 720 تصوير ليلي 30 اطار بالثانيه، هاي اول وضعيه من التصوير الليلي. تفتقد الصوره للالوان مثل ما شايفين هون، و بس عنده مشكلة بالفوكس، عنده مشكلة بالفوكس ما بالفوكس. 1080 30 إطار بالثانية، تحسنت الصورة، تحسنت كتير. هون صرنا عم نشوف ألوان، وإن كان بعد في مشكلة صغيرة بالفوكس، تحسنت شوي. تصوير الليلي هون 60 إطار بالثانية 1080، أخيرا تصوير ال 4K 30 إطار بالثانية. أكيد أوضح الصورة صارت عنا هون بكثير. خلينا نحكي عن المعالج. ريدمي نوت 11 برو بلس 5G جاي بمعالج من شركة ميديا تيك ديمنسيتي 920، 6GB 128 ذاكرة او 8GB مع 128 كمان الذاكرة. عنا كمان نسخة 8GB مع 256 مثل اللي معي هلا هون، مع واجهة شاومي الميو اي 12 مع اندرويد 11 12.5. اتأكدوا انه تعملوا ابديت، لانه انا بس فتحت الجهاز كان بده ابديت، اكد انه تعملوا ابديت، حياخد شوية وقت بس حيحمى شوي بس بيرجع بيمشي حاله، تأكدوا من هذا الموضوع. واجهة انا صرت معود عليها، شفتها بكل الاجهزة من عبد مع شاومي وريدمي، سلاسة بالتنقل والتصفح بين الابليكيشنز بيناته من بعض، الشورت كاتس اللي موجودة كمان. كان في بعض المشاكل من قبل شوي شوي عم تتزبط بالابديتس اللي عم بيصيروا. موضوع الصوت بدي احكي فيه على جنب. هنا عنا السماعات السبيكرز الموجودين الاثنين تيوند باي جي بي ال دولبي اتموس، عطاني اداء جميل جدا. الهدف يعتبر من الفئة المتوسطة الاعلى شوي، اعلى شوي مش يعني انا سميته فلاجشيب كيلر لانه في كل مواصفات الفلاجشيب اللي بحاجة لها. كمل بموضوع الصوت، عنا مخرج لسماعات 3.5 زائد بيعطي أداء جميل جدا خلال الاستمتاع بالموفيز، وبيعطي
بالموسيقى العادية. نعم طب كم حتستعمل ريدمي 11 النوت؟ اليوم حيكون عندنا حلقة كاملة عنه، مواصفات شو عجبني وشو ما عجبني بآخر الحلقة. نقطة تانية عجبتني بالجهاز، بيدعم الواي فاي 6 بلوتوث 5.1 NFC كمان و ووتر ريزيست الاي بي 52 كمان هدول النقط كلها عجبتني. سعر الجهاز موجود بالاسواق حوالي 1700 درهم، رح احط اللينك قديش كمان السعر بالدولار، وراح احط لكم اللينك للشراء اذا عجبكم الجهاز او اذا عجبتكم مراجعه. الجهاز الثاني اللي موجود بالعلبه المسكر، هذا الجهاز حيكون هديه لاحدى الاشخاص ب مسابقة حتصير على الانستغرام، اللينك موجود للانستغرام تحت، فوتوا شوفوا المسابقة وجود لك لكم، ان شاء الله بيكون من نصيب حدا فيكم. هيدا كان كل شيء اليوم معنا من الريدمي نوت 11 برو بلس 5G. اذا عندكم اي سؤال اذكروا بالتعليقات وسلام. ريدمي نوت 11 برو بلس 5G، تخيل اسمه شاومي ريدمي نوت 11 برو بلس 5. تخيل بدك علبتين تكتب الاسم.